اهلا بحضراتكم مره تانية. بينضم لي ضيفي من القاهره الدكتور احمد خزيم المستشار الاقتصادي. مرحبا بك يا دكتور احمد. ونبدا بالسؤال اللي الجمهور مستني الاجابه عليه ويحب يسمعها 100 مره، لعل مره فيهم تقول له اه والله ارتاح واطمن. هل تنجح مصر في الهروب من حصار الدولار بدخولها في البريكس؟ مرحبا يا دكتور. بيك وبالساده المشاهدين. لأول مرة أنا سامع المقدمة بتاع حضرتك، هختلف معك. فلسفة البريكس قامت على إنه خلق عالم ثنائي مش واجهة الآن. اتنين، طريقة اختيار أعضاء البريكس الأول ثم أعضاء البريكس بلس اللي إحنا بنتكلم فيها بيحددها القطب الرئيسي اللي هو الصين، وهقول لك تفصيلا عن كل دولة ايه، ثم بيأتي بالتبعية روسيا. الصين بتبحث عن مجد انها صاحبة الاقتصاد، يعني القطب تنافس وتبقى القطب الاول في المستقبل، وروسيا عايزة تستعيد القيصرية بتاعتها في بوتين، والهند نجم ساطع في اقتصاديات، ثم البرازيل وسيبك من جنوب افريقيا دلوقتي. اما جم الخمسه دول، وده اللي انت قلته بتفصيلك، لما جينا اختار، لا مش اختار سمك لبن تمر هندي، اما بيختار السعوديه بترفع عنده 1.1 تريليون دولار على طول في الاقتصاد، غير انه النهارده هيبقى النفط بالايوان. لما واخد الامارات صرف النظر انه بيحط 1.5 مليار في صندوق البريكس، لكن كمان هو بيأمن منطقة الخليج وعلى الجانب الاخر ايران. وهقول لك ليه برضه. لما خد الارجنتين المفلسة، هنا بقى المسألة في القادم، هو واخد نموذج لدولة مفلسة، هل هيقدر يعومها خلال الاربع خمس سنين اللي جايين زي ما كانت البرازيل مفلسة قبل كده في الثمانينات يعني. وبالتالي بقى بيقدم نموذج للدول الناشئة. نيجي لمصر. مصر اولا هي كانت ضيف شرف البريكس قبل كده، وكانت مطلوبه في 2009 للبريكس، وعدم دخولها البريكس كان قرار سياسي من مصر مش اقتصادي. هذا تجمع جيو اقتصاد مش جيو سياسي. اثنين، اما تيجي تتكلم دلوقتي سر نجاح الصين في تجربتها هي الانتاج الضخم والسوق. هي سبقت وجات افريقيا من 10 سنين ب 12 مليار دولار، النهارده 500 مليار دولار، عملت كفات، رفعت بتقاط لرفع التجاره البينيه، وهقول لك كمان الاحداث اللي في افريقيا، الموضوع طويل جدا. رفعت التجاره البينيه بترفعها من 17% ل 52%. خلاص؟ على اعتبار انه القاره الوحيده اللي لسه القاره اللي بتمتلك الخام في تنوعاته.